ومشاهدينا الكرام، ننتقل طبعا لمختاراتنا، وأول مختارة رح نحكي فيها عن الطقس الحار وهل يا ترى بيأثر على فعالية الأدوية ولا لا. هلأ نحن عارفين أنه جميع الأدوية بتحتوي على مواد حساسة وبتتفاعل مع الأجواء اللي بتكون فيها، من بين هاي الأجواء هي درجة الحرارة. لهيك مهم نعرف انه فعلا الدواء وين لازم يتم حفظه، وايش الحرارة اللي لازم تكون متواجدة او الحرارة اللي موجودة فيها هذا الدواء او الدواء باي جو موجود. نحن معظم الادوية بيكون مكتوب عليها طبعا تصرف بوصفة طبية، وبعدها تحت بيكون مكتوب بتكون يجب حفاظ عليها بدرجة حرارة الغرفة. درجة حرارة الغرفة هون هاي البعض بيسأل لأي درجة درجة حرارة الغرفة؟ هي درجة تعادل 25 درجة مئوية، يعني مش أكتر. في حال ارتفعت درجة حرارة الغرفة، صارت مثلا في شوب درجة الحرارة وصلت 27 28 و30 زي ما كنا طبعا بموجة الحر الماضية، فاعرفوا انه هون تأثر مفعول الدواء. يتم تصنيع الأدوية وفقا لمواصفات صارمة للغاية، وطبعا بتتصمم هذه المنتجات لتظل ثابتة في درجات حرارة الغرفة. يمكن تؤثر درجات الحرارة الشديدة على فعالية الدواء، فممكن الدواء يتأثر بالحرارة ويفقد طبعا فاعليته، ببطل الدواء مفيد، ببطل يعطي مفعول اللي هو انعمل خصيصا لإله. كمان في أدوية لازم تنحط بالتلاجة، مثل الأدوية السائلة زي الأنتيبايوتيك، زي مثلا الأنسولين، ومعظم الأدوية السائلة يفضل حفظها إذا كانت درجة حرارة الغرفة عالية تنحفظ بالثلاجات، لأنه ممكن تكون حساسة، ممكن تخرب، ممكن تتفاعل مع درجة الحرارة، ممكن كمان تتغير المواد الكيميائية النشطة الموجودة بهذا الدواء وتتحول لجزيئات ممكن تكون ضارة نوعا ما، أو ممكن إذا ما كانت بتضر ممكن ما تفيد والشخص بصفي عم بياخد الأدوية بلا فائدة. وتعد الخزانة الجافة أو الدرج البارد الجاف مكان جيد لحفظ الأدوية، خصوصا التابلت، الكبسولات اللي هي الأدوية الغير سائلة زي ما حكينا. وطبعا بعض الأشخاص بيحبوا يحطوا صيدلية الدواء، الصيدلية المنزلية بالحمام، بقولك إنه هو بعيد عن متناول أيدي الأطفال بيكون عالي، لكن بدنا ندير بالنا إذا كان بدنا نحفظ هالأدوية بالحمامات لابد إنه مثلا تكون نتأكد إنه الحمام ما فيه رطوبة، ما فيه بخار، لأنه كمان هذا بيأثر على مفعول الدواء وعلى فاعليته فيما بعد. لهيك أنسب مكان أنه تنحط بخزانة، هاي الخزانة ممكن تكون بغرف النوم بعيدة عن متناول أيدي الأطفال، عالية جافة أو حتى أدراج. البعض كمان بحب يحط الأدوية أو صيدلية المنزل بالمطبخ، إذا كانت بالمطبخ تكون بعيدة عن بخار الطبخ، بعيدة عن المايكرويف، بعيدة عن الغاز أو الفرن، لأنه بعض الأشخاص بيحط الخزانة ممكن تكون خزانة صغيرة مناسبة للفرن اللي بيكون بلت إن بالحائط، فكمان هون بترتفع درجة حرارة الخزانة ونحن مش عارفين، فبالتالي الدواء بيفقد فاعليته. فنتأكد من وين نحن بنحفظ هذه الأدوية. رح ننتقل مشاهدينا الكرام لمختارة أخرى، ورح نحكي عن هالألغام، الألغام في سوريا، وهو شبح الموت كما وصفه البعض، وهو يهدد العائدين لديارهم. كتير نحن بنشوف إنه فعلا بعض الأشخاص بلشوا يرجعوا لديارهم بسوريا، ومنقول رغم توقف المعارك في المدن السورية إلا أنه في إلها تبعات كثيرة لم تتوقف عن حصد أرواح المدنيين، وهاي هي الألغام اللي من أشد مخلفات الحروب وخطورة، بتهدد حياة المدنيين وبتعرقل عودة النازحين لمنازلهم. الأخبار بتقول سقط 4 أطفال أشقاء يوم الاثنين في انفجار لغم داخل منزل في بلدة بشمال شرق مدينة إدلب، بعد انتقالهم مع أسرتهم النازحة إلى المنزل الواقع شمال غربي سوريا منذ أسبوعين. يعني تخيلوا حتى الألغام موجودة بحدائق المنازل، بالمنازل نفسها. هل عائدين السوريين لمنازلهم يمكن كانوا هاربين من الحروب، ولما رجعوا لبيوتهم ووصلوا لها
يعني لم يهربوا من الموت للأسف الشديد، فلاحقهم هذا الموت حتى ببيوتهم وفي ديارهم. لم يكن هذا الحادث هو الحادث الأول خلال العام الجاري، حيث قتل 11 مدنيا من بينهم نساء وأطفال وجرح أكثر من 30 شخص عقب انفجار لغم بشاحنة صغيرة بريف درعا الشمالي جنوب سوريا. وأيضا قتل 29 مدنيا من بينهم 12 طفل وجرح 29 آخرين في انفجارات الغام خلال شهر 3، وسقط 33 آخرين من بينهم 16 طفل وجرح 37 شخص للأسف خلال شهر فبراير. يعني حتى وهن راجعين مخلفات الحروب لسه بتلحقهم، وفعلا هو شبح الموت، شبح الموت يلاحقهم. طبعا هي حقول من الألغام موجودة، وتتسبب الألغام الكامنة في الحقول والطرق وطرق العودة إلى المنازل. تخيلوا في سقوط 124 شخص منذ مطلع العام الجاري. الأزمة في ملف الألغام تكمن في مطالبة بعض الدول في الوقت الراهن بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم، ويعد النازحون من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الألغام، إضافة كمان للعاملين بالزراعة والمجال الإنساني وطلاب المدارس والعاملين في البناء. هلأ هن بدهم يرجعوا يبنوا هالأراضي، فعم بيطلع لهم ألغام، عم بتأثر عليهم، عم بوقع للأسف جرحى وقتلى وشهداء. بيرجعوا كمان عم بيحاولوا يزرعوا الأراضي حتى يرجعوا يستصلحوها من أول وجديد، كمان عند الزراعة عم بيواجهوا مشاكل كبيرة كبيرة، وهي حقول مزروعة بالغام. الطلاب للأسف الشديد اللي عم بيروحوا على مدارسهم سيرا على الأقدام للأسف كمان عم بتعرضوا لهاي الألغام، وممكن البعض هو ماشي إذا ما تعرض، إذا ما توفى للأسف الشديد يعني بهذه الحادثة وهذا اللغم، عم بفقد يمكن جزء من أعضائه، إما اليد أو الساق أو الساقين، لأنه هو ماشي ومش شايف أنه للأسف في ألغام بالأرض. وأصبحت سوريا أكثر الدول تسجيلا في عدد ضحايا الألغام بالعالم بعد رصد أمم المتحدة وقوع حادث انفجار للغم كل 10 دقائق في الفترة ما بين 2016 لحتى 2021. تخيلوا قديش فعلا أصبحت أراضي سوريا مزروعة بالألغام للأسف الشديد. ندعو الله السلامة للجميع، وإن شاء الله يا رب هيك تعود الشام أراضيها خضرة مزهرة بالياسمين الشامي وبياراتها الجميلة والسلات الغذائية التي كانت موجودة بحقول الشام وأرياف الشام. الله المستعان، وإن شاء الله يا رب فعلا تتم إزالة هذه الألغام كلها من الأراضي السورية. ننتقل مشاهدينا الكرام لمختارتنا الثالثة، وهل الرجال أكثر مرحا من النساء؟ سؤال لكم فكروا فيه، ولكن أنا رح أنتقل للدراسة اللي تم عملها. بقول لك كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة سلفينيا طبعا أنه أغلب الرجال يعتقدون أن الشخص المرح في العلاقة علاقة زوجية مما يجعلهم يشعرون بالرضا عن حياتهم الزوجية. هلأ طبعا الزوج والزوجة هم طبعا عايشين حياة وعلاقة زوجية مستمرة طول الحياة، لكن بقول لك أنه الرجل اللي بيشعر أنه هو مرح وزوجته تتجاوب معه بهذا المرح، هو سيضيف مرحا أكثر إلى علاقته الزوجية. سبحان الله، أنا بقول إنه المرح هو عدوى والسلبية هي عدوى والإيجابية هي عدوى. إذا كان الزوج داخل على بيته سعيد مرح، مباشرة رح تنتقل هذا المرح والسعادة للزوجة فيصبح الثنائي مرح. لكن إذا دخل الزوج على بيته في حالة سلبية، في حالة نكد، رح ينكد على أسرته، رح ينكد على زوجته. والعكس صحيح كمان، إذا الزوجة استقبلت زوجها بنكد رح تنتقل طبعا تنتقل النكد والسلبية في من الزوجة إلى الرجل. قام باحثون بتجنيد 949 من الأزواج من جنسين مختلفين الذين كانوا معا لمدة 7 سنوات، حطوهم 7 سنوات وعملوا عليهم دراسة واستطلاع، وكشفت النتائج أن الرجال
الذين يمرحون ويلقون نكتا أكثر من النساء وتضحك عليها النساء هم أكثر سعادة في العلاقة الزوجية من الرجال الذين لا يقومون بالمرح ولا يقومون بإلقاء النكت على زوجاتهم. وطبعا إذا هي السعادة، السعادة هي مشتركة بالطرفين، وإذا كان إذا أشعرت الزوجة أن زوجها هو مرح فهو سيتقمص هذه العادة وستصبح عادة طبعا متواجدة معه. أما إذا الزوجة ما كانت بتبادل زوجها المرح فطبعا سينتقل النكد إلى الطرفين. أما خاطرتنا القادمة عن النحافة والنساء، ودايما عم نحكي طبعا منلاحظ أنه معظم بيعاني من السمنة، ودايما بنحكي كيف نعمل دايت لحتى ننزل وزننا وشو الأمور اللي حتى نحن بدنا نتبعها حتى نعالج السمنة المفرطة ودرجات السمنة. لكن أقلية نجد أنه الناس بيهتموا بالأشخاص بالسيدات اللي هن بيعانوا من النحافة. أول إشي نحن بدنا نحكي شو أسباب النحافة، وفي بعض السيدات قد ما أكلت بتقول لك أنا ماش عم بنصح، وبعض الرجال كذلك أنا باكل كتير لكن مش عم بنصح ولا عم بزيد وزني. هلأ الأسباب بتكون بداية السبب الرئيسي والأول هي وراثية. بتلاقوا بعض الأشخاص إذا كانت الأسرة نحيفة بتلاقي كل الأسرة هيك نحيفة، كل قطعهم صغيرة زي ما بيقولوا. هدول الأشخاص قطعهم صغيرة تلاقيها من الأب للأبناء الصغار حتى الأجداد بتلاقيهم كلياتهم زي ما بيقولوا عودهم رفيع. فالوراثة هون بتلعب دور. كمان في النشاط البدني، بعض الأشخاص عندهم نشاط حركي مفرط فبتلاقيهم ما بيعرفوا يقعدوا، بتلاقيهم من هون لهون من هون لهون، فبتلاقي هذا النشاط الحركي بيخليهم يستهلكوا طاقة عالية، بينما المدخول الطاقي والطاقة والسعرات الحرارية اللي عم تدخل بتكون أقل من نشاطهم البدني. بعض الأشخاص كمان بيعاني من فقدان وزن مفاجئ بسبب بعض الأمراض اللي بتصيب هذا الشخص أو هذه السيدة، ممكن أغلبها يكون نشاط مفرط بالغدة الدرقية وهي ما بتعرف أنه عندها نشاط، فبتلاقي عندها يعني سبحان الله وزن عم بيروح، يعني وزنها نازل نازل بسرعة. وأيضا بعض الأشخاص اللي بيعانوا من بعض الأمراض وبيوصف لهم الدكتور بعض الأدوية، وهاي الأدوية بتكون بتساهم أنه الشخص ينزل وزنه. مرات مريض السكري أو مريضة السكري إذا أخذت بعض الأدوية بتكون هاي الأدوية حال فعلا للسكر وتكون بدها تعدل نسبة الأنسولين بالدم، فهي بتلاقيها إنه فعلا عم بنزل وزنها بسرعة وهي مش عارفة، فبتلاقي بعد 4 أشهر وزنها نزل يمكن 10 كيلو، فصارت تعاني من نحافة، بتقول أنا عم باكل وعم بحافظ على السكر عندي بس لكن عم بتم حرق كل السكريات بالجسم ووزنها ما عم بزيد. هلأ المهم شو بدها تعمل هذه السيدة أو هذا الشخص اللي بيعاني من حرق سعرات حرارية وما عم بيرفع وزنه؟ أهم إشي إنه فعلاً بدنا نحن نزيد الكتلة العضلية، بما إنه الوزن ما عم بنزيد الدهون ما عم تتخزن بالجسم، خلينا نرفع الكتلة العضلية حتى يصير في بنية جسدية جيدة. بداية زيادة البروتينات بالجسم، لأنه إذا نحن زدنا الدهون رح يصير في دهون سبحان الله حشوية غير مفيدة على القلب وعلى الأجهزة الداخلية، لكن زيادة البروتينات بالجسم هي رح تقوي البنية العضلية مع ممارسة الرياضة اللي بتزيد من الكتلة العضلية، فهون الشخص ما رح يشعر إنه فعلا زي ما بيقولوها جلدة وعظمة، صار في عنده وعندها عضل بتكون من جسمها وبنيتها. كمان تناول المكسرات الغنية بالوحدات الحرارية، تناول اللبن والحليب كامل الدسم، تناول الموز، التمر، الفواكه المجففة، الزبيب، البرتقال، الفواكه المفيدة اللي هي فيها سكريات حتى تزيد وزنها، تشرب الشربات الغنية بالكريمات زي شوربة الفطر، شوربة البطاطا، ما بيأثر لأنه هاي بتساعدها كمان على زيادة البنية الجسدية. ونتمنى السلامة للجميع. رح ننتقل لآخر مختارة وهي تكريم طفل بعد صورة باتت حديث السعوديين. وشو هاي الصورة؟ عم نشوف صورة رح تظهر على شاشة بيتكم عامر، شاشة اليرموك، طفل حامل حقيبتين
حقيبة أخته، عنده أختين، حامل هالحقائب وماشي. وطبعا هاي الصورة يعني أخذت وزي ما بقولوا سرقت قلوب الملايين. وطبعا هذا هو طالع من المدرسة، أعجبوا فيه الناس وصوروا وقالوا شوف ما أحلى هالطفل اللي عم بيحمل هم خواته وعم بيحمل حقيبة شقيقته التنتين اللي هن أصغر منه، هو مش أصغر منه بكتير يعني، هو طفل صغير ورفع عنهم عناء الحر والإرهاق. وأشاد مغردون طبعا بما فعله الطفل وبتربية والديه، وقال إنه البعض من المؤكد هذا الشبل رباه رجل في البيت وعلمه كيف يكون رجل، هو آخر أيضا رجل آخر في بيته ومع خواته ومتحمل المسؤولية فعلا من هو وصغير. وهذا الطفل عمره 9 سنوات فقط. وطبعا قال المحافظ خميس مشيط في تصريحات نقلها عبر وسائل الإعلام إنه الطفل سطر أروع الأمثال في مساعدة أختيه وكان بمثابة المسؤول الأول عنهما رغم صغر سنه، مؤكد إنه هذا المشهد رائع جدا ويفتخر فيه وهو بطل، وإن شاء الله سيكرم هذا الطفل. وطبعا هلا في المنظمات النسويه اللي ما بيعجبها هذا الحكي ممكن تقول يعني لا هن بيقدروا يحملوا، والمراه زيها زي الرجل وخليها تتعلم تحمل وخليها تكون قويه، لكن القران الكريم قال ليس الذكر كالانثى، سبحان الله. وهون قديش فعلا نحن بنشوف قديش الاخ انه هو اليد الحانيه على اخته وبدير باله عليها ولازم يكون مسؤول منها، وطبعا قديش بده يرأف بحالها، وقديش فعلا هو جسد المراه يختلف عن جسد الرجل، وقديش اهله فعلا ربوه انه انت اخوهم بدك تدير بالك عليهم خواتك التنتين. رائع جدا، رائع جدا هذه التربيه. مشاهدينا الكرام هاي مختاراتنا لليوم، بتمنى تكون نالت اعجابكم، ورح ننتقل لفقرتنا القادمة والفقرة اللي مليانة ورود بورود، ويا ترى كيف ممكن نحافظ على الورود المنزلية لأطول فترة ممكنة داخل المنزل مع المهندسة الزراعية عليا الشامي. خلينا نتابع مع بعض.